السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي في صفحة جديدة من كتاب الرابعة ابتدائي الإنجليزية، دائما مع يونيت 8 وحدة الثامنة والأخيرة last unit animals الحيوانات page 79 صفحة 79. عندي هنا نشاط الأول كالعادة في كل محور نبدأ دائما بأغنية أو أنشودة. I sing and have fun. I sing أنا أغني and have fun أستمتع. هنا عندي كما تشوفوا هنا يعني short poem ولا song أغنية صغيرة ولا مقطع صغيرة من أغنية بعنوان بعبع black sheep، يعني كأنه خروف يبعبع ويقول بعبع black sheep، يعني هو خروف الأسود. الخروف الأسود هي أغنية الخروف الأسود. هنا في الصورة عندي picture وش نشوفه هنا خروف الأسود وحده ثلاث يعني أكياس ملأنا بالصوف الأسود اللي من الخروف هذا. إذا نقرأ الأغنية هذه مع بعض ونترجموها. بابا بلاك شيب يعني بابا خروف الأسود. Have you got any wool؟ هل عندك أي صوف؟ Have you got any wool؟ هل عندك أي صوف؟ Yes sir yes sir. نعم سيدي نعم سيدي. كأنه تكلم مع صاحب مزرعة. نعم سيدي نعم سيدي. Three bags full يعني عندي ثلاث أكياس full ملأنا ملأنا bags أكياس full ملأنا. One for the master واحد للسيد يعني كيس للسيد سيد المزرعة. And one for the dame والآخر للسيدة آخر للسيدة دايم هي السيدة والمرأة وماستر كمان هو السيد. One for the little boy وآخر كذلك ثالث يعني لي little boy يعني الولد الصغير ولد صغير يعني ممكن ابن صاحب مزرعة. Who lives down the lane الذي يعيش أسفل الطريق. لين هو طريق يعني طريق طول اللين. Right نعود. با با black sheep Have you any wool Yes sir yes sir Three bags full One for the master and one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. إذا هذه هي أغنية ممكن تلقاها على الإنترنت ولا في اليوتيوب تلقاها بالملحنة. أنا فقط قربوا فهم معاني الكلمات للتلميذ باش يعرف يعني كلمات جديدة بالإنجليزية تخص الحيوانات. كما عندنا بلاك شيب يعني خروف هو شيب أسود. الباجز هي الأكياس. ماستر هو صاحب مزرعة وهكذا سيد. ثم تمرين ثاني أو نشاط ثاني عندي I listen and repeat أنا أستمع and repeat وأكرر. يقول لي هنا listen to the teacher استمع للمعلم والأستاذ and repeat the words وكرر الكلمات وكرر الكلمات. هنا عندي أسماء حيوانات شوفي هنا صور تاعهم أسفل كل صورة كاين اسم الحيوان هذا أغلبية تاعها يعني شوف فيها هنا حيوانات أليفة domestic animals domestic animals يعني تعيش on the farm في المزرعة أو في البيت or at home. عندي الأول على اليسار turkey turkey وهو طائر أو طائر داندا يعني داند turkey turkey. ثم عندي chicken chicken هي الدجاجة. ثم عندي duck duck هي البطة duck البطة البيضاء هذه هنا. عندي cat cat هي القطة أو القط كذلك نقولوا cat قطة أو قط. dog هو الكلب dog هو الكلب. cow هو البقرة. donkey هو الحمار. horse هو الحصان. sheep هو الخروف البلاك شيب شيب والخروف. والجاوت هو يعني حيوان الماعز حيوان الماعز هو جاوت. هكذا تعرفوا على اسماء هذه الحيوانات بالانجليزيه. خاصه الطالب يحفظ التلميذ على الاقل الدوغ والكات بده يعرفهم الدوغ والكات والبقره هذا الاقرب اليه في الحياه اليوميه. يعرف القط يعرف الكلب يعرف كذلك البقره والخروف كذلك الشيب في العيد شيب. شكرا.